السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. عايز تعرف استهلاك عربيتك قد إيه؟ بل خد بالك من كلمة بل، وتحسنه كمان، تقدر تتحكم في تحسينه ويبقى ظاهر قدامك وتحسنه إزاي؟ شوف الفيديو ده للآخر، شوفه للآخر ما تفوتش فيه دقيقة. يلا بينا، يلا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. عملت تجربة قيادة لمسافة 100 كيلومتر علشان أقدر أعرف استهلاك السيارة للوقود، هل هو مثالي ولا هل هي مفرطة في الاستهلاك زي ما بيقولوا؟ لا فعلا التجربة كانت ناجحة. وأنا بأكد مرة أخرى، التجربة كانت لمسافة 100 كيلومتر، 100 كيلومتر. لو أنت عايز تحسن هتزود عن ال 100 كيلومتر كمان، يعني مثلا هتمشي أزيد، زي التجربة اللي قدام حضراتكم دي باينة على الصورة. كل ما أمشي أزيد الاستهلاك يقل. كل ما امشي ازيد الاستهلاك يقل، مع الحفاظ على استخدام مثبت السرعة، وان السرعة هتكون مناسبة. يعني مثلا استهلاك 80 كيلو، سرعة 80 كيلومتر لمسافة 100 كيلو مش زي 90 لمسافة 100 كيلو، مش زي 100، مش زي 120. كل ما السرعة زادت في نفس المسافة بتاعت 120 ال 100 كيلومتر اللي احنا عملنا التجربة عليها، استهلاك الوقود هيزيد، بس مش هيزيد النسبة اللي حضرتك متخيلة ليها، مش من النسبة المفرطة. يلا نشوف هنعمل ايه وازاي، الطريقة مبسطة واحدة واحدة، وهتوصل للاستهلاك اللي حضرتك عايزه واللي في دماغك. يلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا. طبعا عشان نخش على المنيو هندوس منيو هنا، وهنقلب السهم اليمين والشمال، هندوس كده هنشوف اللي هتظهر. اهو القائمة دي ظهرت لنا اهي، دي واحدة، القائمة دي ظهرت لنا، ندوس منيو، هنخش ندوس سهم يمين، نخش على حاجه اسمها ضبط بيانات المرور اللي هي دي، ندوس انتر. ضبط بيانات المرور ده عمليه الصيانه؟ لا، سهم يمين، ادي رحله قصيره. هندوس بقى على مفتاح المنيو ضغطه طويله، نفضل دايسين كده، اهو بقى صفر الكيلومتر بقى صفر. تمام، ضبط كمان لازم نعمله برضه، هندوس على مفتاح المنيو وهنخش كمان على ضبط بيانات المرور زي ما احنا، هندوس سهم يمين، سهم يمين، سهم يمين. هنا متوسط استهلاك الوقود، هنفضل دايسين برضو المنيو فتره طويله عشان نصفر استهلاك الوقود. متوسط استهلاك الوقود كده اتصفر، يبقى احنا صفرنا عدد الكيلومتر وصفرنا اللي متوسط استهلاك الوقود. يلا بينا نبدا رحله ونشوف استهلاك السياره هنا لكل 100 كيلومتر. هناخد المتوسط بتاعنا على 100 كيلومتر، هنشوف عامل ايه. يلا بينا. زي ما احنا شايفين هنا ان الاستهلاك اللي هو المتوسط استهلاك الوقود اللحظي حوالي 6 6.5. انا قلت لحضراتكم ده بيتغير من مقاومه الهواء للسياره، في انت طالع من مرتفع مثلا زي كوبري، نازل من كوبري منخفض، يعني مرتفع لمنخفض. احنا زي ما احنا شايفين متوسط استهلاك الوقود عندنا بيقل اهو 10.1، هو بيقل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. وهناخد احنا المتوسط بتاعنا، يعني كل ما نعدي مثلا عدد كيلوات معين اذا بقى 9.8، لان هو زي ما قلت لحضراتكم ده المتوسط، لان انا الاستهلاك اللحظي بتاعي 6.5 او 6.1، فهيقعد ينزل ويعمل حاجه اسمها متوسط، هياخد القراءات كلها اللي هي اللحظيه اللي هي ال 5.6 ال 6.5 6.3 5.9 اللي بتظهر لحضراتكم دي، وبتتجمع وبتتقسم على العدد ده يديك المتوسط استهلاك الوقود. بس طبعا احنا هنحسب في نهايه الرحله بتاعتنا استهلاك الوقود عند كام، وصل لكام كيلومتر. احنا شايفين المتوسط بيقل اهو، بقى 9.0 او 9 صحيح لكل 100 كيلومتر، بس احنا قطعنا الوقت حوالي 10 كيلومتر. لما نخلص ان شاء الله هنشوف وصل الاستهلاك لحد كام. يلا بينا. كده وصلنا تقريبا في حدود ال 25 كيلو، زي ما احنا شايفين الافريج طالع بقى 9.1. زي ما قلت لحضراتكم هتفرق في المطالع، اللي هي لو انا مسافر في طريق طوالي مثلا وده مطلع طريق، فبيبقى استهلاك اللحظي بيزيد شويه زي ما حضراتكم شايفين ب 11 12، والمتوسط 9.1. احنا زي ما قلنا لحضراتكم هنحسب المتوسط لحد 100 كيلومتر. يلا نكمل. كده وصلنا حوالي، عدينا ال 45 كيلو، زي ما احنا شايفين معدل الاستهلاك 8.8، واحنا دلوقتي بنتلى يا جماعه لسرعات مختلفه، زي كان انا ببقى مسافر مثلا اطلع 118
انزل ل100 اطلع 115 وهكذا، او على حسب السرعه القانونيه للطريق اللي قدام. وبرده مع الحفاظ ان انا بستخدم مثبت السرعه زي ما حضراتكم شايفين، الاستهلاك بقى 8.8. هنشوف برده لحد مثلا عند 75 كيلو وصل كام، وفي النهايه الافرج بتاع ال 100 كيلو هنشوف هيوصل لكام. يلا بينا، يلا نكمل. وصلنا حوالي 55 اهو، 55، والافرج وصل 8.7 وعلى سرعه 115 وباستخدام مثبت السرعه زي ما حضراتكم شايفين. يلا نكمل الرحله بتاعتنا ونشوف هنوصل لكام. يلا احنا وصلنا حوالي عدينا ال 65 كيلو على سرعه 116 باستخدام مثبت السرعه، والافرج 8.7، ولسه مكملين ان شاء الله لحد ال 100 كيلو متر، لان الافرج يا جماعه هنا زي ما اتحركوا لكل 100 كيلو، لكل 100 كيلو متر. يلا بينا نكمل. وصلنا هنا ل 70 كيلو متر، مسافه 70 كيلو متر قطعناها، والاستهلاك ثابت على 8.7. وللعلم ان انا مش المكيف شغال، المكيف شغال معايا، يعني ده استهلاك 70 مسافه مقطوعه 70 كيلو متر مع استخدام المكيف السيارة. يلا نكمل. وصلنا كده لحد 80 كيلو متر والمتوسط 8.6، يعني ده 8.6 لتر في 80 كيلو لحد الوقت، وهنكمل لحد ال 100 كيلو. يلا بينا نكمل. يلا وصلنا كده ل 90 كيلو متر، المسافة المقطوعة 90 كيلو متر، وصلنا متوسط استهلاك الوقود 8.6 أو 8.6 لمسافة 90 كيلو متر. احنا هنقيس عند ال 100 كيلو متر لما تخلص بإذن الله. يلا خليكم معانا مع الفيديو، تابعوا معانا كده. الحمد لله، بحمد الله تعالى وصلنا لمسافة 100 كيلو متر، حتى احنا عديناها بحوالي 300 متر كمان، 100 كيلو متر، والاستهلاك وصل معانا 8.6 لكل 100 كيلو متر. وزي ما احنا شايفين هنا مثبت السرعة اللي هو الكروز كنترول انا عامل له كانسل، لان انا خلاص انا واقف فعلا عشان بس ايه اصور الجزء ده من الفيديو. ده اخر سرعه انا كنت واقف عليها عند الكروز كنترول او مثبت سرعه اللي هي 118 كيلو متر، يعني كنت اخر حاجه ماشي على 118. يبقى كده يا جماعه وصلنا الحمد لله ال 100 كيلو متر، قطعنا 8.6 في استخدام المكيف وعلى سرعات مختلفه. السرعات المختلفه دي اللي هي السرعه القانونيه للطريق، يعني مثلا لو الطريق 120 انا كنت بمشي 118، لو الطريق مثلا كان 100 كنت بمشي 98، اقلها بحق ب 2 كيلو بس. بس ده عشان توصل لاحسن معدل استهلاك العربيه، والعلم يا جماعه العربيه دي استهلاكها مناسب جدا جدا جدا. بس عشان تعرف استهلاك العربيه الصحيح بتعمل الطريق اللي انا قلت وريتها لحضرتك كده في اول الفيديو. انا جاهز لحضراتكم في اي سؤال. معاكم حازم راشد ودي قناتي. سلام عليكم.